السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نحضر طريقة عمل سمك، طبعا فيليه، أي نوع فيليه متوفر، أهامور أو أي نوع آخر، سمك الفيليه المقلي مع الصلصة الطرابلسية، طبعا صلصة الطحينية مع الحمص لصلصة الطرابلسية. كما نلاحظ في عندنا هون بصل مفروم مقدار رأسين، وعندنا فنجان من الطحينية وفنجان من اللبن وملعقتين من عصير الليمون وحمص حب بالإضافة إلى قطعة السمك، وطبعا زيت نباتي يتوفر لدينا الآن. الآن بداية نقوم بتتبيل السمك بالملح والفلفل والكمون. والزيت وعصير الليمون. طبعا تبل السمك بالملح والفلفل والزيت والكمون وعصير الليمون، ويوضع جانبا. هنا الآن لدينا في وعاء آخر نقوم بوضع مقدار فنجان من اللبن الرايب وفنجان من طحينة السمسم، ويضاف إليهم ملعقتين من عصير الليمون. الآن تخلط، وبالإضافة إلى الملح طبعا. الآن تخلط الطحينة مع اللبن بالمضرب، ونقوم بإضافة الماء إليهم، ونستمر بالتحريك حتى نحصل على مزيج أو خليط قوامه سائل كما نلاحظ. هنا نقوم بطبعا تقليب البصل والحمص بالإضافة إلى الجوز اللي هو جوز عين الجمل، يقلب مع البصل والحمص على النار. وطبعا هنا تم وضع الصوص على النار أيضا، خليط الطحينية على النار طبعا حتى يغلي. وهنا لدينا الآن في المقلاة تمت إضافة قطعة السمك في المقلاة على النار، مع إضافة طبعا قليل من الزيت. نلاحظ هنا أن صلصة الطحينية قد أصبحت جاهزة، وهنا لدينا طبعا البصل والحمص والجوز عين الجمل، يتم تقليبهم على النار حتى يذبلوا تماما. نلاحظ هنا أنه قطعة السمك يعني أصبحت شبه ناضجة، طبعا تقلب. طبعا يمكن شوي السمك إذا لم يكن يعني القلي محبب لدينا، يمكن أن يشوى بالفرن حسب الرغبة. الآن نقوم بإضافة صوص الطحينية طبعا المعد مسبقا طبعا والمغلي على النار، يضاف إلى البصل والحمص كما نلاحظ ويقلب جيدا. الآن نقوم بإضافة قليل من أوراق الكزبرة إلى صوص الطرابلسية لصوص الطحينية. نلاحظ هنا أن صوص الطحينية أصبح جاهز. الآن يرفع السمك من المقلاة، وطبعا يوضع في طبق كما نلاحظ، يوضع في طبق. طبعا يقدم من جانب السمك اللي هو الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو أي نوع بطاطا محببة لدينا. الآن نقوم بسكب صوص الطرابلسية وصوص الطحينية على السمك. قليل من أوراق الكزبرة وقليل من البصل المقرمش المقلي. وإلى طبعا نلاحظ هنا أنه أنهينا الطبق بطبق اللي هو السمك المقلي مع صلصة الطرابلسية. وإلى اللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.